هكذا تعالت حناجر أصوات المئات من شباب بلدية عين الأربعاء بعين تموشنت في وقفة احتجاجية سلمية نظمت أمام مقر البلدية للمطالبة بعديد المطالب. كل شعب هنا عندها الحق في التعليم، يكون تعليم جيد. عندنا التعليم يكون جيد معناتها مشي كاع المدارس يخدموا بنظام الدوامين، مشي كاع كي نقول لهم كي مدرسه غادي توصل نظام دوامين معناتها راه كاين اكتظاظ في الاقسام. الشيء الثاني ما عندناش مستشفى، حنا هنا رانا كدائره راه عندنا بلديه تابعه لينا صباح صامور خدايده، هادو راهم بعاد، هذا كي غادي يصرى حادث ولا علاه يتيفاكيو حتى للحمام بزاف. هادو ماشي لي فوايو، هادو جامعيين مثقفين خادمين الخدمه العسكريه، صونا غاز ما كانش، خاصنا فرح تاع لانام ما ناخذوش الحمام بوحجر، خاصنا فرح تاع لونساج، خاصنا بنك، خاصنا عيطه صوالح، رانا مغبونين. لا الواليه تجي لعين الأربعاء، المطلب تاعنا الواليه تجي لعين الأربعاء مكرمه معزه، حنا ماشي كلوجاره مكرمه معزه، نهضروا معاها نقولوا لها شا خصناش ما خصناش الرياضه ما كاش. المحتجون طالبوا برحيل رئيس البلديه ورئيس الدائره. تحويل القطاعات، انا عمري ما شفت دائره تقوم بتحويل قطاع الى دائره وحده اخرى. حنا كيش حنا مانيش عارفين كيش. دروا خويا مطلب الواحد ولو برانسيب وراه ضامن عليه الشعب، دائره عين الأربعاء هو يسميها بلديه، حنا نقولوا توجور دائره عين الأربعاء. مطلب واحد، رحيل رئيس البلديه ورحيل شاف الدائره. من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس البلديه ورئيس الدائره قصد اخذ رديهما حول هذه الانشغالات، غير اننا لم نتمكن من ذلك. من امام مقر بلديه عين الأربعاء بعين تموشنت لقناه الشروق نيوز، امين بالحياه.